لقاءنا التالي رح يكون مع جامعة الAUT. استوديو معنا جامعة الAUT مبادرة من الفاكولتي اوف بلايد ساينسز بالAUT كلية العلوم التطبيقية بجامعة الAUT كلية العلوم التطبيقية بجامعة الAUT الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا بجبيل بالAUT. بروجكت بلو كارافان سمعنا فيه السنة الماضية وعم نسمع فيه السنة جامعة الAUT بتقوم بها المشروع بلو كارافان هي مبادرة خلينا نقول اجتماعية صحية أطلقتوها بالجامعة مع التلاميذ هي مبادرة صحية إنسانية لطلاب الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا قسم التغذية مبادرة متنقلة جالت في مختلف المناطق اللبنانية فحوصات مجانية ونتائج فورية تسمح للطلاب بإعطاء الإرشادات لناحية الأكل الصحي من أجل التخفيف من أمراض القلب والسكري وضغط الدم في كتير ناس بتجي لعنا نحن أنه مش عارفة أنه شو هو أو مثلا قد خطورته هيدا المرض فحلو نحن نضوي على هيدا المرض ونعطي أهمية أكثر من ماله تنخلي الإنسان يوعى أنه في شيء خطير عم مثل دقنا أوصل خطر بهيدا المجتمع اللي عنا شو رأيك بهيدي الحملة اليوم؟ جنن الله يعطيكم العافية ليش منيحة الحملة؟ لأن الشعب كله عم تيجي بتعمل فحوصات بلاش عم بيتوفر على الشعب نادي بيئي بالAUT بيجمع طلاب الAUT مع طلاب المدارس وكمان منسقين بالAUT مع منسقي المدارس جامعاتنا اللبنانية قديه عم تهتم ببيئتها قديه عم تهتم بمجتمعها الصغير يلي هو حواليها وقديه عم بتفيد بلدها بنقاط كتيرة مشاريع كتيرة يعني انوجدت عن المياه يعني كيف نقدر نحافظ أكثر على المياه السدود كتيرة ما تنفذت أغلبيتها وفي مشروع كبير هلأ كنا عم نسمع عنه مؤخرا وهو الشريك معكم بلو جولد موضوعنا هو مشروع توفير وتوعية للمياه ببلدة حميد مؤتمر الموارد المائية لأول مرة بصير هذا المؤتمر بالجامعة رح نحكي معك عن المؤتمر الثاني اللي عم بتنظمه جامعة الAUT تحت عنوان الاقتصاد في إدارة الموارد المائية في لبنان طلاب كون اليوم بأي هدف عم بفوتوا بهذا المجال وبهذا الاختصاص هل هو تماشيا مع سوق العمل AUT اهتمامها يعني بالعمل الاجتماعي أو بتقريب الطالب من مجتمعه يعني وهالخبرة يلي دغري عم ياخذها هو وبالجامعة بمشاريع كبيرة واليوم المشروع هو بالتعاون مع UNDP يعني مشاريع صح. تطبيقية على الأرض ويعني بتمس الدولة ككل بدي بتسلطوا أهمية على مواضيع خاصة أنه تكون هيك في دمج ما بين الساينس بحد ذاته وما بين الكوميونيكيشن بارت وما بين كمان الفيجوال ميديا بحد ذاته مشروع طبعا مهم لتلاميذكم مهم يعني لكم كأساتذة بس كمان كثير مهم لانه يكون في مساعده للدوله اللبنانيه لحتى اللي تقدر تعرف شو في عندها والاحصاءات يلي ما عم تكون في مجال لانها تنعمل عم بتقوم فيها هالجامعات وهيدي شغله اكيد مشكورين عليها وكثير مهمه ضيوفي لليوم هني دكتور نجيب حداد عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة الAUT دكتور جورج رموز مسؤول نادي البيئة ومسؤول قسم الصحة البيئية بالAUT دكتور مازن مفرج هو مسؤول قسم التغذية ومنسق حملة التوعية بمرض السكري في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا دكتور كارلوس يوسف رئيس قسم الموارد المائية بالAUT صحيح؟ دكتور حداد نحن رح ننتقل لإحدى الطالبات بالجامعة ليدا سيمونيدس صباح الخير ليدا معنا ليها صغيب طالبة بقسم الموارد المائية بالAUT دي صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو اخبار شكرا. الصباح شكرا. يا اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا صباح اهلا وسهلا شكرا لك دكتور حداد دكتور فرج يعطيكم الف عافيه شكرا لحضوركم يعطيكم الف عافيه يعطيكم الف عافيه ثانكس لوت واهلا وسهلا كل ليك زور شكرا كون اكيد منتابع كلنا شكرا يا هلا والدعوه مفتوحه للكل اهلا وسهلا فيك شكرا